وزارة التجارة تؤكد أن رئاسة مصر لتجمع الكوماسا يدعم توجه الدولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي. وزير التنمية المحلية يوجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لحالة الطقس. والأمم المتحدة تؤكد أن أكثر من 22 مليون شخص في أفغانستان يواجهون أزمة انعدام الأمن الغذائي. الثانية عشر ظهراً العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، مرحبا بكم. وبداية هذه النشرة ستكون مع زميلتي نانسي نور. إليك نانسي. شكرا لك دعاء. نبدأ مع حضراتكم نشرة الثانية عشرة ظهراً. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن ترتيبات استضافة مصر لقمة الكوماسا أنه سيتم تنفيذ خطة لزيادة التعاون بين دول التجمع بعد تولي مصر لرئاستها. طبعا هو في توجه من الدولة للسوق الأفريقي، وأكبر دليل على هذا المزايا والدعم المقدم وحوافز التصدير لفتح الأسواق التصديرية وخاصة في دول أفريقيا. أكيد بعد تسلم فخامة الرئيس لرئاسة الكوميسا، احنا كنا لسه في حديث مع السيدة سكرتير عام الكوميسا ان احنا لابد من ان احنا يكون في خطة عمل بنبتدي نضعها، لان احنا لازم ننتهز فرصة رئاسة مصر هذا العام ان احنا نطلع يعني نتائج إيجابية، وخاصة انها افادت ان مصر بتعتبر من اول الدول في تجمع الكوماسا في اعلى معدلات التصدير في تجمع الافريقي للكوماسا. فان شاء الله احنا بنشتغل على خطة عمل مجرد استلام فخامة الرئيس للرئاسة، بحيث ان احنا نعزز الشغل اللي احنا ما سبق ان احنا كنا انجزناه حتى معاهم في الفترات السابقه. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع سكرتاريه الكوميسا، اكدت وزيره التجاره نيفين جامع ان ترأس مصر لتجمع الكوميسا للمره الثانيه يدعم التوجه الاستراتيجي للدوله المصريه نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الافريقي والتغلب على العقبات التي قد تعترض حريه التجاره بين دول اعضاء الكوميسا. ان احنا من ضمن خططنا لزيادة صادراتنا فتح الأسواق الأفريقية، فأكيد هنراعي إن احنا نراعي كل التحديات اللي هي بتقابلنا في فتح هذه الأسواق، وخاصة زي ما انت اتكلمتي الخطوط الملاحية أو الشحن. وإن كان على الجانب الآخر احنا بندي حوافز خاصة لمن يتولى الشحن، الدولة بتتحمل تكلفة الشحن يما تجاوز 80% من اللي هو بيتوجه للسوق الأفريقي. هذا وأشارت وزيرة التجارة نيفين جامع إلى أن مصر تستهدف تعميق التكامل الاقتصادي مع دول التجمع لتعزيز التواجد المصري في إفريقيا بشكل عام ودول الكوماسا بشكل خاص، وذلك من خلال تهيئة بيئة الأعمال لمجتمع الأعمال المصري لدعم تعاونه الاقتصادي مع دول الكوماسا. قيادة مصر للكوماسا هذا العام هتكون قيادة مختلفة، نظرا لأن طبعا فخامة الرئيس بيكون حريص على الإنجاز بمعدلات أسرع معدلات أسرع، وإن أكيد خططنا هتكون خطة متميزة وهتكون فيها سبل الإنجاز بمعدلات عالية. أنا بشكرك مرة تانية على هذا السؤال، وبإذن الله ربنا يقدرنا إن احنا نحط خطة عمل متميزة غير معتادة، بحيث إن احنا فعلا نقدر ننجز في هذا العام ما نقدر عليه، بالإضافة لأن أكيد الطموح من الجامعة كله أكيد أنا متأكدة، وهي بصراحة أفادت يعني بنفس المحتوى إن أكيد الطموح لتولينا هذا مع في هذا العام أكيد هيكون توقعاته أعلى بكثير. فإن شاء الله بإذن الله احنا هنشتغل على خطة طموحة، بإذن الله هتكون أكيد خطط مختلفة تحقق اللي احنا بنرغب إليه سواء احنا كمصر أو كل تجمع الكوماسا. للمزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف تنضم إلينا دكتورة فرح عبد الله الباحثة الاقتصادية. دكتورة فرح أرحب بك. دكتورة فرح هل أنت معي؟ طيب يبدو أن هناك مشكلة في التواصل، ولكن بالتأكيد سنحاول الوصول إليها مرة أخرى. شكرا على أي حال دكتورة فرح عبد الله الباحثة الاقتصادية، شكرا لك.
إذا مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتحدث مع حضراتكم على استضافة مصر يوم 23 من نوفمبر لقمة الكوميسا في العاصمة الإدارية الجديدة. هذه المرة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور فرج عبد الله، الباحث الاقتصادي. دكتور فرج، أرحب بك. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. حدث مهم، قمة الكوميسا تستضيفه مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، أهمية هذه الاستضافة وكيف ستعود بالنفع على الداخل المصري وعلى زيادة أواصر التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وباقي دول الكوميسا؟ نعم، هو يعني يمكن قمة الكوميسا يمكن من أول القمم الدولية اللي هتحضر وحضرت بالفعل في العاصمة الإدارية الجديدة، وده بمثابة تسويق للبرنامج الإصلاحي اللي قامت به مصر على مستوى البنية التحتية. ويمكن كمان دول الكوميسا لو احنا ملاحظين التطور الخاص بالبنية التحتية خصوصا في مجال الطاقة، هنلاقي ان هم بيروا في مصر نموذج فريد من التنمية اللي حصلت والإصلاح اللي حصل في قطاع الطاقة. لو بنتكلم على دول، ففي منها على سبيل المثال ليبيا في حاجة مباشرة إلى الطاقة المصرية، بنشوف السودان برضو على سبيل المثال في حاجة مباشرة للطاقة المصرية، عدد من الدول الـ21 في حاجة ملحة إلى الطاقة المصرية، إما باستخدام الطاقة مباشرة أو يعني الخبرة المصرية اللي لها باع كبير في إنتاج الطاقة بمختلف أشكالها. نعم، طيب دعني ربما أذهب معك في سؤال آخر. يعني كما قالت السيدة نيفين جامع أن أيضا من أهداف هذه القمة التغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين دول أعضاء الكوميسا، هل لك أن تضعنا في تفاصيل هذه العقبات دكتور فرج، والتي من الممكن أن ننقل الخبرة المصرية إلى باقي دول الكوميسا لتخطي هذه العقبات أو حتى بالتعاون بين مصر وباقي الدول؟ نعم، هي الدول الإفريقية بشكل عام فيها يعني مميزات كبيرة للجانب المصري. احنا بنتكلم حوالي 60% من التجارة البينية ما بين مصر والقارة الإفريقية مع دول الكوميسا. بنلاقي ان مصر يعني عندها خبرة كبيرة في مجال الطرق واللوجستيات، ده بيفتقدها بشكل كبير الجانب الافريقي. فالجانب الافريقي بيرى في مصر انه ضروره انه ينقل التجارب التنمويه اللي حصلت في الداخل المصري الى دول الكوميسا، الى جانب طبعا يعني تعزيز فرص نمو الاسواق اللي موجوده في هذه الدول. بنلاقي انه بشكل كبير بتسيطر عليها يعني بدرجه كبيره الصين وجنوب افريقيا. نعم. والهند. يعني الدول دي بتبص لمصر على يعني ازاي ينقلوا كل اللي حصل خلال 7 سنوات اللي فاتت في نماذج تنمويه موجوده في الدول الافريقيه، بتحتاج الى دعم افريقي لانه هم بيروا في مصر هو الشريك الافضل على مستوى صحيح. العالم، بيروا في مصر هو الشريك المثالي لانه هو الاقرب جغرافيا والاقرب من ناحيه العرق. وبالتالي هم يسعوا جاهدين الى تحقيق يعني تبادل تجاري اكبر، فتح مجالات للمنتجات المصريه في الداخل الافريقي والعكس. نعم، وضحت الصوره. انا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف الدكتور فرج عبد الله الباحث الاقتصادي، شكرا لك. بدأ مجلس الشيوخ في جلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين. يتضمن مشروع القانون التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة والسكن المناسب لسنهم وحالتهم الصحية. أعلنت وزارة الداخلية عن مصرعي 3 من عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالدقهلية عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة. وأشارت الوزارة إلى أن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وقطاع الأمن المركزي قام باستهداف 3 عناصر إجرامية خطيرة
أحدهم سبق اتهامه في 25 قضية ما بين سرقة وهتك عرض وشروع في قتل وسلاح نارية، ومطلوب التنفيذ عليه في جنايات إطلاق أعيرة نارية، سرقة وسرقة بالإكراه، والصدر فيها أحكام بالسجن والسجن المؤبد. وآخر سبق اتهامه في قضايا سرقة ومخدرات وسلاح أبيض، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية. ولدى وصول القوات لمكان تواجدهم بإحدى المناطق الزراعية بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية واستشعارهم بالقوات، بدروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبدلته بالمثل، وتمكنت من السيطرة على الموقف. نتج عن ذلك مصرعهم، وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية، عدد من الطلقات من ذات العيار، كمية من مخدر البانجو وزنت 30 كيلوغراماً، و3 دراجات نارية، وهاتفين محمولين. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي نات وابر، بحث سبل دعم ركائز الأمن والاستقرار ومستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، وذلك خلال لقائهما على هامش حوار المنامة. كما بحث الجانبان عددا من القضايا الهامة، لا سيما تطورات سد النهضة والأوضاع في السودان الشقيق. وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالتواجد الميداني في الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه، للحد من الأثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع. كما وجه شعراوي باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظات التي تشهد سوء أحوال الطقس لحين الاستقرار في الأحوال الجوية، مشددا على غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع الأنحاء على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء. أعلنت وزارة الصحة والسكان أن غرفة الأزمات المنعقدة في الوزارة لم ترصد أي حوادث لها علاقة مباشرة بتداعيات موجة التقلبات الجوية التي تعرض لها عدد من المحافظات محافظات الجمهورية. أوضحت الوزارة أن غرفة الأزمات على تواصل دائم مع المديريات وغرفة طوارئ هيئة الإسعاف ومستشفيات وزارة الصحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك من خلال مركز الخدمات الطارئة لاستقبال أي مصابين وتحويل الحالات المرضية الطارئة. ومتابعة أكثر بشأن أحوال الطقس، نتحول إلى زميل إبراهيم عزت والذي ينضم إلينا من هيئة الأرصاد الجوية. إبراهيم، بعد التحية، من المؤكد أن الكل يريد أن يعرف إلى متى ستستمر هذه التقلبات، ومتى من المتوقع أيضا أن يكون هناك تغيرات غير طبيعية في الأجواء. إليك. شكرا
شكرا جزيلا لك دعاء. اذا نتابع مع حضراتكم مشاهدينا الكرام لحظه بلحظه احوال الطقس هنا من داخل الهيئه العامه للارصاد الجويه. بالاجابه على سؤالك دعاء، اذا صباح هذا اليوم بدات الموجه ان تتراجع من حدتها التي وصلت ذروتها بالامس، وذلك طبقا للتنبؤات التي خرجت عن الهيئه العامه للارصاد الجويه. ولكن دعينا الان ونحن على الهواء مباشره ان نتعرف على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، ولكن بعد أن أرحب بضيفتي العزيزة دكتور إيمان شاكر مدير مركز التحليل والاستشارة عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور برحب بحضرتك، واليوم بدأت الموجة تتراجع من حيث الحدة وشدة هذه الموجة، ماذا عن الساعات المقبلة من يعني اليوم في القاهرة الكبرى والمحافظات الساحلية بشكل خاص التي يعني شعرت بهذه الموجة بأكثر من المحافظات الأخرى؟ اهلا بحضرتك استاذ ابراهيم من داخل غرفه ومركز الانذار المبكر بالهيئه العامه للارصاد الجويه. بالفعل فعلا بدات تخف حده موجه عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، بدات تقل كميات الامطار مقارنه بامس. طبعا امس كانت الامطار غزيره على السواحل الشماليه ومتوسطه ورعديه على محافظات الوجه البحري، وايضا امتدت للقاهره بامطار متفاوته الشده ما بين خفيفه ومتوسطه على بعض المناطق. ان شاء الله اليوم طبعا زي ما احنا ملاحظين الموجه طبعا اقل كثافة من أمس، كمية الأمطار بدأت تكون أقل من أمس بشكل ملحوظ. يمكن ما زالت المحافظات الشمالية بتتأثر بكميات الأمطار، لكنها بتعتبر اليوم أمطار متوسطة الشدة، ممكن خلال الساعات القادمة طبعا تغزر في بعض المناطق من الساحل الشمالي فقط، ممكن يكون مصحوبة بضربات البرق والرعد. أما بالنسبة لباقي محافظات الوجه البحري، الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة في الساعات القادمة إن شاء الله. أيضا بالنسبة للقاهرة الكبرى، يعني دايما هي بيكون عليها تركيز اكتر، طبعا كان في صباح اليوم سكوت امطار خفيفه، متوقع خلال الساعات القادمه ان شاء الله يكون في تساقط لبعض الامطار الخفيفه مره اخرى على مناطق متفرقه من القاهره الكبرى. ايضا بالنسبه لسيناء اليوم طبعا متوقع سكوت امطار متوسطه، ممكن تكون رعديه على بعض المناطق من سيناء، ونظرا للطبيعه الجغرافيه والجبليه لسيناء ممكن ذلك يؤدي الى تشكل السيول في بعض المناطق من سيناء وخاصه المناطق الجبليه. دكتور لو تحدثنا يعني عن الأيام المقبلة، يمكن تحدثنا عن الساعات المقبلة من مساء هذا اليوم، ولكن متى سيعود يعني الجو بشكل طبيعي طبقا للأجواء الخريفية؟ فقط ننوه أن كل هذه الأجواء هي أجواء خريفية، فصل الشتاء لم يبدأ بعد، أليس كذلك؟ ده حقيقي فعلا، فصل الشتاء مازال هيبدأ في 21 ديسمبر إن شاء الله، لكن إحنا مازلنا مستمرين في فصل الخريف، في آخر شهر من فصل الخريف. آخر شهر دايما بيكون شهر تقلبات جوية ما بين طبعا الانتقال من فصل الخريف لفصل الشتاء، فبيكون في انخفاض في الحرارة زي ما حصل فعلا أمس بحوالي من 3-4 درجات، أحيانا بيكون في موجات أمطار زي اللي إحنا شاهدناها، وأحيانا نشاط للرياح. طبعا الأيام القادمة إن شاء الله اعتبارا من بكرة الاثنين هتبدأ تتحسن الأحوال الجوية على معظم محافظات الجمهورية، لكن هتستمر الأمطار متوسطة إلى خفيفة على المناطق الشمالية للبلاد، بداية من مطروح اسكندرية دمياط بورسعيد كفر الشيخ البحيرة، لكن كميتها الأمطار المعتاد عليها في فصل الخريف. طبعا باقي مناطق الجمهورية تنعدم تماما فرص سكوت الأمطار، وسط سيناء أيضا ما زال عليه فرص أمطار، وطبعا الشبورة المائية هتعود للظهور في الساعات القادمة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، فبننصح طبعا بالقيادة بهدوء أثناء الشبورة المائية. أخيرا يعني بحضرتك تحدثنا بصورة عامة على المحافظات، ولكن بالعودة مرة أخرى للقاهرة، ويمكن لاحظنا ونحن في طريقنا إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية أشرقت الشمس صباح هذا اليوم، هل هذه الإشراقة ستستمر أم ستعود في الغياب، وستشهد القاهرة ربما سقوط طفيف أو ملحوظ من الأمطار اليوم على أقل تقدير؟ هو طبعا يعني اليوم طبعا فعلا الشمس حتى الآن تعتبر ساطعة، وده حدث أمس كانت الشمس ساطعة حتى ظهر اليوم، لكن بعد الظهر بتبدأ السحب تتكاثر. هي متوقع إن شاء الله سكوت أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى حتى الساعات القادمة إن شاء الله، ممكن تبدأ من بعد ظهر اليوم إن شاء الله. شكرا جزيلا يا دكتورة، كل التوفيق. إذن مشاهدينا الكرام الشكر موصول أيضا لحضراتكم على حسن وطيب المتابعة. زميلتي دعاء مرة أخرى الكلمة تعود إليك بالاستوديو. نعم إبراهيم، عزة جزيل الشكر لك، وبالتأكيد جزيل الشكر لضيفتك الكريمة، شكرا جزيلا.
أعلن وزير الري والموارد المائية الانتهاء من أعمال تركيب وتشغيل 5 مواقع جديدة لرصد هطول الأمطار في مدينة الدخلة بمحافظة الوادي الجديد ومدينة سيوة بمحافظة مطروح ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بمعرفة مهندسي وفنيي الوزارة. وأشار وزير الري إلى أنه هذه المحطات تساهم بشكل كبير في رصد وتحديد كميات الأمطار وحركتها وتوزيعها في المواقع المختلفة، مما يسهم في التعامل بدرجة عالية من الكفاءة مع ظاهرة السيول الومضية وتلافي أضرارها المدمرة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل خلال الفصل الدراسي الأول. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا على أجهزة التابلت داخل اللجان الامتحانية بالمدارس، مع ضمان تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا. تمضي الدولة المصرية قدما في توجهها نحو عالم التحول الرقمي، حيث عملت على تطوير البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما عملت أيضا على إتاحة الخدمات الحكومية بصورة رقمية. المزيد في سياق هذا العرض مع الزميل أحمد أبو زيد. أهلا بكم. تمضي الدولة قدما في توجهها الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية، إذ عملت في هذا الإطار على تعزيز وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لقطاع المعلومات والاتصالات. عملت الدولة على إتاحة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية عبر إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، إضافة إلى جهودها المستمرة لتطوير الأداء الحكومي وما يقترن به هذا الأمر من انتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وإقامة بنية تحتية معلوماتية قوية ورقمنة للوثائق الحكومية كافة. يتضمن محور تطوير الأداء الحكومي تنفيذ وحدات للتحول الرقمي بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة، فضلاً عن تدريب وبناء قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، إضافة إلى بناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين. أما ما يتعلق بجهود تطوير البنية التحتية الرقمية، فقد زيدت المبالغ المخصصة لمشروعات التحول الرقمي بنسبة جاوزت 62.8% لتصبح 12,700,000,000 جنيه في السنة المالية 2020-2021. نتيجة لهذه الجهود، فقد تقدمت مصر في المؤشرات الدولية لتحتل المركز الأول إفريقياً وإقليمياً و15 عالمياً في مؤشر كيرني لعام 2021 المعني بالخدمات العالمية في هذا الإطار. أشاد معهد التمويل الدولي بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيات المالية، ما أسهم في التخفيف من التأثيرات الاقتصادية الضاغطة الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا. أشاد صندوق النقد الدولي أيضا بالجهود التي بذلتها مصر لتعزيز الشمول المالي، الأمر الذي أدى إلى إحراز تقدم في إجراءات الرقمنة والحد من التهرب الضريبي. مؤسسة فيتش بدورها قالت إن مصر أعطت أولوية لرقمنة الخدمات العامة وبناء البنية التحتية الرقمية للحصول على الخدمات العامة عبر الإنترنت، والتي كانت مصدراً للعديد من الفرص في صناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية. لم يكن مستغرباً إذن أن تنتهج الدولة هذا النهج الاستراتيجي القائم على حتمية الاهتمام بهذا القطاع ورقمنة كل الخدمات، بحكم أن الدولة تستهدف زيادة في إسهام قطاع التكنولوجيا في مجمل الناتج المحلي الإجمالي، هذا إضافة عما يوفره من تسهيل للخدمات المقدمة للمواطنين عبر رقمنة الجانب الأكبر من الخدمات الحكومية. أعلنت خلية الإعلام الأمنية القبض على إرهابي شمالي العاصمة العراقية بغداد. وقالت خلية الإعلام العراقي في بيان لها إن قوات الأمن تلقت معلومات استخباراتية دقيقة عن مكان تواجد أحد الإرهابيين شمالي العاصمة العراقية بغداد، حيث أعدت قوات الأمن كمينا محكما أصفر عن إلقاء القبض عليه. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ضرورة مواجهة التحديات في المنطقة. وخلال لقائه نظيره الأردني أيمن الصفدي على هامش حوار المنامة، أشاد وزير الخارجية العراقي بتطور العلاقات الثنائية بين العراق والأردن في مختلف المجالات،
بدوره شدد وزير الخارجية الأردني على دعم بلاده لأمن العراق واستقراره، لافتا إلى استعداد حكومته لتقديم المساعدة في مجال مكافحة جائحة كورونا. هذا وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة. أعلنت الشرطة السودانية عن تعرض قسم شرطة إدارة النجدة قطاع بحري لحريق وتلف وسرقة لمحتوياته من قبل متظاهرين بمدينة بحري. أضافت أن المتظاهرين اقتحموا القسم وقاموا بالاعتداء على الشرطي ونهب ممتلكات القسم وإدرام النيران فيه. حذرت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة يونيسف من أن أفغانستان على شفا أزمة إنسانية وغذائية. هذا وكشفت المنظمة الدولية عن أن أكثر من 22 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد يواجهون أزمة انعدام الأمن الغذائي ولا يستطيعون الحصول على طعام بأسعار معقولة. وأرجعت سبب الأزمة إلى الجفاف وسوء الحصاد وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرة إلى أن أكثر من 3 ملايين طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. يتوجه التشيليون إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية، ويحق ل 15 مليون ناخب الاختيار بين 7 مرشحين لخلافة الرئيس سيباستيان بينيرا. يتوجه البلغاريون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لاختيار رئيس للبلاد هناك بعد أسبوع على الانتخابات التشريعية. هذا ويتنافس الرئيس رومان راديف الذي حاز على 49.5% من الأصوات في الجولة الأولى، ورئيس جامعة صوفيا أناستاس جيرديكوف الذي حصد 22.8% من الأصوات خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية البلغارية. أن مسؤولو الحدود البولندية أن العديد من المجموعات الضخمة من المهاجرين والتي كانت تحاول اختراق الحدود بين بيلاروسيا وبولندا تم إبعادها بنجاح. سجل المسؤولون البولنديون 195 محاولة غير قانونية لعبور الحدود، مشيرين إلى العديد من عمليات الاعتقال لمهربي بشر، بينما قال حرس الحدود البيلاروسي إن لاتفيا وليتوانيا وبولندا أعادت أكثر من 500 مهاجر يوم أمس.
أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 543 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة واتمام شفائهم. وحسب ما أوضحت الوزارة، يرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 291214 حالة. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 902 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا، فضلا عن وفاة 61 حالة جديدة. بذلك يكون إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 3940513 حالة، من ضمنهم 19872 حالة وفاة. أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن ارتفاع معدل الملقحين ضد فيروس كورونا، وأشارت إلى إمكانية اعتماد بطاقة التلقيح كوثيقة رسمية للسفر. قال مدير عام الصحة العامة العراقية رياض عبد الأمير إن شحنات لقاح فيروس كورونا توزع حسب الكثافة السكانية للمحافظات العراقية، ومضيفا أن المعدل اليومي للملقحين وصل إلى 70,000 شخص لأول مرة. أوضح أن بطاقة التلقيح ربما تكون وثيقة رسمية للسفر في المستقبل. أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى أكثر من 257 مليون حالة. وأضافت الجامعة أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفعت إلى أكثر من 5 ملايين حالة، مبينة أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في العالم. تراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا إلى ما تحت 37,000 حالة، بينما شهد عدد الوفيات زيادة بأكثر من 1250 حالة لليوم الرابع على التوالي. أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا في روسيا عن رصدها ل 36,970 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات 24 الماضية، وسجلت العاصمة موسكو أكبر عدد من الإصابات الجديدة. تجمع مئات المتظاهرين في سيرك روما للاحتجاج على اللقاحات المضادة لكورونا، كما احتج المتظاهرون على استخدام جواز المرور الأخضر وهو دليل إلكتروني على التطعيم، ويتعين على المواطنين الإيطاليين إظهاره حتى يتسنى لهم دخول عدة أماكن. تجمع آلاف المتظاهرين في فيينا بعدما أعلنت الحكومة النمساوية عن إغلاق على الصعيد الوطني اعتبارا من غد الاثنين لاحتواء الإصابات المتصاعدة بفيروس كورونا. قال مسؤولون إن الإغلاق في النمسا من المقرر أن يبدأ لفترة أولية مدة 10 أيام وقد تستمر حتى 20 يوم. من المزمع إغلاق معظم المتاجر وإلغاء الفعاليات الثقافية. تواصل القارة الأوروبية تسجيل معدلات قياسية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا، وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من أن وتيرة انتقال العدوى في أوروبا بات مقلقا للغاية. المزيد في سياق هذا العرض مع الزميل أحمد أبو زيد. أهلا بحضرتك. تواصل معدلات الإصابات والوفيات الناجمة عن مضاعفات فيروس كورونا في القارة الأوروبية ارتفاعها بشكل وصف بالقياسي، لم يسبق للقارة أن سجلته طيلة عامين منذ ظهور الوباء وتفشيه في دولها وفي دول العالم، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من أن وتيرة انتقال العدوى في القارة الأوروبية باتت مقلقة للغاية. منظمة الصحة العالمية رسمت صورة بدت قاتمة للوضع في أوروبا إذا ما استمر انتشار العدوى بالمعدلات الحالية، لترجح تسجيل 500,000 وفاة إضافية في القارة بحلول شهر فبراير المقبل، في ظل بطء نسبي في عمليات التطعيم في القارة، إضافة إلى معدلات بدت واضحة من التراخي والتهاون في احترام الإجراءات الاحترازية. لكن الارتفاع الراهن في حصيلة الإصابات بالجائحة ربما لن يدفع دول أوروبا لإعادة العمل من جديد بسياسة الإغلاق مرة أخرى، نظرا للكلفة الاقتصادية الباهظة التي تكبدتها حكومات دول أوروبية في السابق، ما يعني أن الدول الأوروبية بات أمامها خيار وحيد هو تشديد القيود من جديد، مثل ما حدث في دول أوروبية مختلفة كألمانيا وفرنسا التي اكتفت باتباع بعض التدابير كإعادة فرض إلزامية الكمامات على الأطفال داخل المدارس. مع انتشار جائحة كورونا وبقوة في العديد من المناطق حول العالم،
بدأ الحديث يتصاعد عن ضرورة الحصول على جرعات معززة من لقاحات كورونا، خاصة مع ظهور نتائج لدراسات تشير إلى أن فاعلية اللقاحات بعد هذه الجرعة تجاوزت مستويات الحماية التي تحققت بعد الجرعتين الأوليين. أصبحت الولايات المتحدة مثلاً أحدث بلد يسمح لجميع البالغين بالحصول على الجرعة المعززة من اللقاحات، بعدما كان الأمر في بادئ الأمر مقصوراً على تلقيح فئات محددة ممن يعانون نقصاً في المناعة أو بالنسبة للفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة. لكن الخبراء يرون الآن أن الإجراءات الوقائية بما فيها ارتداء الكمامات واحترام مسافات التباعد الجسدي ستظل السبيل الأمثل لمواجهة الوباء بصورة فعالة، خاصة مع تفاوت قدرات تقديم اللقاحات بين دول العالم بعضها وبعض، لا سيما أيضا مع دخول فصل الشتاء واقتراب احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة في دول مختلفة حول العالم. ينظر إلى هذا الوباء على أنه فيروسا ليس ككل الفيروسات التي عرفها العالم، قدرة غريبة على التحور وإنتاج سلالات أكثر فتكا وأشد خطورة، ما يعني أن كل موجة من موجات هذا الوباء تبدو أشد في خطورتها وفق التقديرات العالمية عن سابقتها. إذا كان أخذ اللقاح سيكون أمرا إلزاميا وفق تصورات دول عدة، فإن احترام الإجراءات الاحترازية، احترام ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ومسافات التباعد الجسدي ستكون مسألة حتمية لتقليل وتيرة انتشار العدوى. وفي الأخبار الاقتصادية، يشارك وزير الاتصالات عمرو طلعت في الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في دبي بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. تنعقد فعالية القمة هذا العام تحت عنوان الارتقاء بالمجتمعات، توظيف التقنية الرقمية لتحقيق الازدهار، بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مسؤولي الحكومات وقادة الصناعة والتكنولوجيا العالميين لمناقشة صياغة مستقبل القطاع الصناعي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والتصنيع. تفقد وزير البترول طارق الملا المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية ناتا، وذلك لمتابعة سير العمل بالمركز بعد تطويره والاطمئنان على موقف وإدارة وتشغيل الشبكة. وقد أكد وزير البترول أن الشبكة القومية للغازات الطبيعية لها دورها المتميز في دعم مشروعات التنمية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في ظل التوسع بالمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع وزير البيئة والاستدامة بدولة سنغافورة، وذلك ضمن اجتماعاتها بمنتدى بلومبرغ للاقتصادات الجديدة. تناول اللقاء الجهود الدولية لتعزيز آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفرص التعاون المستقبلية، فيما سلطت وزيرة التعاون الدولي الضوء على تجربة مصر لمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. ومن جانبها أبدت وزيرة البيئة بسنغافورة تطلعها للعمل المشترك مع مصر في دعم جهود تحقيق التنمية وتعزيز آليات مشاركة القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية. انطلق معرض السفر في مركز التجارة العالمي في كوالالمبور لأول مرة منذ عامين، وذلك لإحياء صناعة السياحة الماليزية المتضررة بسبب كورونا. جاء ذلك بعد إعلان الحكومة الماليزية عن تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد 19 بعد انحسار الوباء هناك. وقال رئيس اللجنة المنظمة لمعرض السفر روكي خو إن هناك حاجة إلى إقامة معرض تجاري لتعزيز الثقة في السوق. وفي أخبارنا الرياضية، وصل لاعبو المنتخب الوطني للكاراتي حظهم للميداليات المتنوعة في بطولة العالم المقامة حاليا في دبي بالإمارات، حيث فاز اللاعب يوسف عماد بالميدالية الذهبية في وزن 84 كيلوغرام، فيما حققت اللاعبة منى شعبان الميدالية الفضية في وزن فوق 68 كيلوغرام.
تفتتح اليوم منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز بإقامة مباراتين يلتقي خلالهما فاركو مع ضيفه سيراميكا كليوباترا، ويحل اتحاد السكندري ضيفا على مصر المقصة. يواجه يوم الاثنين الأهلي مضيفة وغزل المحلة، ويلعب الزمالك أمام البنك الأهلي في لقاءات نارية بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز. مواجهة مثيرة تشهدها الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز، يحل خلالها الأهلي ضيفا على غزل المحلة في لقاء كلاسيكي. المارد الأحمر بقيادة مدربه بيتسو موسيماني يبحث عن الفوز لاستكمال انطلاقته التي شهدت 4 انتصارات متتالية وضعته على صدارة الترتيب. أما غزل المحلة يسعى لمفاجأة الأهلي ومواصلة انطلاقته القوية التي حصد خلالها 8 نقاط من 4 مباريات بانتصارين وتعادلين مع مدربه محمد عودة. الأهلي يعتمد على كتيبة من النجوم أبرزهم ثنائي الوسط أليو ديانج وعمر السولية بجانب دور محمد مجدي أفشا، وانطلاقات بيرسيتاو وميكسوني ومحمد شريف، وذلك في غياب حمدي فتحي للإيقاف. وفي مباراة أخرى لا تقل إثارة، يسعى الزمالك لتأكيد صحوته في اختبار صعب أمام البنك الأهلي باستاد القاهرة بعدما فاز الفارس الأبيض على الإسماعيلي في عقر داره بثنائية أحمد سيد زيزو وعمر السعيد. الزمالك وصل إلى 9 نقاط بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، ويتطلع لمواصلة الصحوة أملا في تعثر الأهلي واللحاق بسباق المنافسة مبكرا. أما البنك الأهلي بقيادة خالد جلال قدم انطلاقة جيدة بحصد 6 نقاط من 4 مباريات بانتصارين وخسارتين، كما يضم فريقه العديد من العناصر المميزة على رأسها محمد هلال وإيزاك يعقوب وأحمد ياسين. وعلى استاد المقاولون العرب يدخل الإسماعيلي مواجهة صعبة أمام المقاولون في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية وإيقاف مسلسل هزائم الدراويش هذا الموسم، كما يسعى بيراميدز لتصحيح أوضاعه سريعا وتحقيق الفوز على إسترن كومباني بعد التعادل المفاجئ مع المصري والتفريط في الفوز. حقق بروسيا دورتموند فوزا غاليا على ضيفه شتوتغارت بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة 12 للدوري الألماني. وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات فإن هذه المرة هي الأولى في تاريخ بروسيا دورتموند التي يحقق فيها الفوز في أول 7 مباريات من الموسم على ملعبه. هذا ويحتل دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونخ المتصدر. فاز فريق يونيون برلين على نظير هيرتا برلين بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة 12 بالدوري الألماني. ارتفع رصيد يونيون برلين إلى 20 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، بينما توقف رصيد هيرتا برلين عند 13 نقطة في المركز 13. Now, Kluza. Oh, good save from Becker. Didn't get enough contact on the ball. اكتسح فريق ليفربول منافسه أرسنال برباعية نظيفة في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد. بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد أرسنال عند 20 نقطة في المركز الخامس. فاز واتفورد على مانشستر يونايتد 4-1 ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي. بهذه النتيجة رفع واتفورد رصيده إلى 13 نقطة في المركز 15، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 17 نقطة في المركز 7. يستقبل توتنهام ضيفه ليدز يونايتد اليوم ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي. سقط توتنهام في فخ التعادل السلبي أمام إيفرتون في الجولة الماضية ليتجمع رصيده عند 16 نقطة، بينما يمتلك ليدز يونايتد 11 نقطة.
يحل ريال مدريد ضيفا على غرناطة اليوم في الجولة 14 من الدوري الإسباني. يسعى ريال مدريد لمواصلة النتائج الإيجابية واقتناص 3 نقاط من غرناطة للاستمرار في المنافسة على اللقب، بينما يبحث غرناطة عن الفوز للابتعاد عن منطقة الهبوط. يواجه فريق انتر ميلان ضيفه نابولي يوم الأحد في الجولة 13 من الدوري الإيطالي. يبحث انتر ميلان عن الفوز لمواصلة الدفاع عن لقبه للموسم الثاني على التوالي، بينما يسعى نابولي للفوز للتعمق في القمة ووقف نزيف النقاط بعد التعادل الماضي أمام هايلس فيرونا بهدف لكل منهما. بدأت القرية الأولمبية الشتوية في وسط مدينة بكين، وهي منطقة معيشة الرياضيين خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، بدأت اختبار تشغيل شامل لمدة يومين يغطي جميع الإجراءات. الاختبار والذي يستند إلى تدابير صحية وأمنية صارمة يشمل 1630 مشاركا مثل الرياضيين والمسؤولين الذين لديهم خبرة في الألعاب الأولمبية والمتطوعين والأشخاص ذوي الإعاقة وخبراء الوصول. فاز فريق مليوكي باكس حامل اللقب ب 117 مقابل 108 على أورلاندو ماجيك في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. فاز باكس ب3 مباريات على التوالي لأول مرة هذا الموسم، بينما خسر أورلاندو للمباراة الثانية على التوالي بعد هزيمته أمام بروكلين نتس. حقق أتلانتا هوكس انتصاره الرابع على التوالي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بفوزه 115-105 على تشارلوت بولز. نجح كلينت في 10 تصويبات من أصل 11 ووقف تصويبتين ليساعد هوكس على مواصلة التعافي مع بداية متعثرة للموسم. تأهل الألماني ألكسندر المصنف 3 عالميا لنهائي البطولة الختامية لتنس الأساتذة بعد أن أطاح في طريقه بنصف النهائي بالنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول ب2-1، ليضرب موعدا متجددا مع حامل اللقب الروسي دانييل ميدفيديف، حيث احتاج المصنف الثالث عالميا لساعتين ونصف تقريبا من أجل حسم المباراة لصالحه. عزز فلوريدا بانترز سلسلة انتصاراته على الأرض في بداية الموسم الجديد إلى 10 مباريات بفوزه على وايلد 5-4 في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية. نجح بانترز في تسجيل 4 أهداف على الأقل في كل مباراة على الأرض هذا الموسم ليواصل نتائجه الإيجابية. استمر ثوران بركان لابالما في إطلاق الرماد والحمم البركانية. في هذا الصدد أعلنت الحكومة المحلية تضرر 775 فدانا من المحاصيل، فيما ساعدت عمليات الإجلاء السريعة لأكثر من 7000 شخص في تجنب حدوث خسائر في الأرواح. تشهد مدينة فانكوفر الكندية ترشيدا في استهلاك الوقود وتقييدا للسفر بسبب موجة الفيضانات الكارثية التي تجتاح مقاطعة كولومبيا البريطانية والتي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص نتيجة للانهيار الطيني في المقاطعة.
أوضح نائب رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية أن المركبات في فانكوفر والمنطقة الساحلية المحيطة بها ستقتصر على استهلاك 30 لتر للزيارة خلال 10 أيام مقبلة. كانت المقاطعة قد رفعت في وقت سابق حالة الطوارئ بعد تعرضها لعاصفة جرفت أجزاء من الطرق السريعة وأغلقت خطوط السكك الحديدية الرئيسية في كندا، مما ألحق أضرارا بالبنية التحتية أدت إلى قطع المقاطعة عن بقية البلاد، مما أجبر المسؤولين على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة. وصلنا لختام النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. وزارة التجارة تؤكد أن رئاسة مصر لتجمع الكماسة يدعم توجه الدولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي. وزير التنمية المحلية يوجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لحالة الطقس. الأمم المتحدة تؤكد أن أكثر من 22 مليون شخص في أفغانستان يواجهون أزمة انعدام الأمن الغذائي. للمزيد من الأخبار يمكنكم دائما متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. كنا معكم في هذه النشرة دعاء جدرحق ونانسي نور، إلى اللقاء.